شركة لهفة في كل بيت في مصر. عنوان الجمال. برنامج يأتيكم برعاية هايبر الشرقية. هنقرب منه ونعيش مشاكله وهنستناه احداث الساعة في كل ساعة هنكون معاكم هنقرب منه ونعيش مشاكله وهنستناه على مصر البلد هاني الهواري كلامه بالمستنى عمره ما بيداري هيطرح الاسئلة ويواجه المسؤول ويحل المشكلة بالفعل مش بالقول احداث الساعة على مصر البلد. اسعد الله مساءكم بكل خير من برنامجكم احداث الساعة. مشاهدينا الكرام على مستوى المحافظات، على مستوى الكرة، على مستوى النجوع، مشاهدينا الكرام اهالينا على مستوى المحافظات، متابعينا على صفحة البث المباشر لصفحة برنامج احداث الساعة الان وصفحة قناة مصر البلد لتلقي رسائلكم وشكاوي كل مواطن في كل مكان على مستوى محافظات مصر. اهالينا وكل مشاهدينا الكرام، اعزائي المشاهدين، النهاردة طبعا هنكون معاكم في جولات كتيرة، لكن طبعا احنا كما عودناكم ان برنامج احداث الساعة لا يصدر ازمات للدولة، لكنه بيسعى جيدا الى فتح العديد من بعض الملفات وتقديمها من المواطن الى السيد المسؤول. واحنا طبعا في الحلقات السابقة كنا اتكلمنا عن محافظات كتيرة، محافظات عدة، حوالين المشاكل اللي بتدور حوالين يعني الشكاوي اللي بتيجي من المواطن الى السيد المسؤول. وبالفعل يعني كان هناك مساهمة من فريق البرنامج مع السادة المسؤولين لحل بعض من المشاكل للسادة المواطنين على مستوى المحافظات. ولكن طبعا كنا في احد الحلقات السابقة، الحلقات الماضية، كنا بنتكلم عن شباب مصر الواعد، بنتكلم عن الوطنية الحقيقية، بنتكلم عن ايه اللي بيدور النهاردة من المؤامرات اللي بتدور على جمهورية مصر العربية، وما مدى انجازات مصر، وما مدى تاريخ مصر الواعد في بنيان الدولة المصرية الحديثة. ولكن هنا بنسأل اسئلة كتير، بنشوف يعني النهاردة في تاريخ مصر الحديث، في تاريخ مصر النهاردة بنحاول ان احنا ندي رؤية وندي صورة حضارية حوالين ايه هي مصر. طبعا كتير قوي يا جماعه بنحاول ان احنا ندي رايه حوالين هذا الامر، لان في ناس كتيره النهارده قاعده من الخارج بتحاول ان هي تعمل عمليه استقطاب للشباب المصري، تعمل عمليه استقطاب للفتيات المصريات. ولكن احنا بنقول ان السوشيال ميديا هو موضوع سلاح ذو حدين، لان احنا لو رجعنا في احد الحلقات السابقه كنا اتكلمنا عن موضوع السوشيال ميديا، وكنا اتكلمنا عن العديد من التهكمات اللي بتدور على السوشيال ميديا. وبالفعل احنا كلنا لقطة من اللقطات اللي حصلت في السوشيال ميديا، وكان بالامس كان احد العيال اللي هم اللي احنا بنقول عليهم اللي هم مروجين الريجيسيرين الاداء، يعني الجماعة اللي هم مساعدين الريجيسير او حاجة زي كده، بنقول بقى كل فتيات مصر خلي بالكم، لان النهاردة موضوع التمثيل هو موضوع مش متاخد كده، ولا موضوع متاخد بصورة يعني لازم أن يكون هناك صحوبية او فوق الصحوبية، لا، النهاردة التمثيل احنا بنقول لازم أن يكون هناك رؤية، هناك تدريب، هناك فكر في الدور السينمائي. لكن هناك بنحاول ان احنا بندي رؤية حوالين بعض الجماعة اللي هم بيستقطبوا بناتنا و يعني شابات مصر الواعدات اللي هم عاوزين النهاردة يتصدروا المسلسلات او الافلام او فبنحاول ان احنا ندي رؤية وتوعية لكل فتيات مصر الواعدات، لان طبعا في بعض من الجماعة اللي هم بيحاولوا يخشوا في سياق ان هم مخرجين او مساعدين مخرجين، او وما يكونش لهم صله خالص بالاخراج ولا بمساعدين الاخراج، او يكون لهم باعة في المجال السينمائي. خلي بالكم لان الموضوع خطير، الموضوع مش سهل.
مش اي حد يا جماعه يقول انا مساعد مخرج او مساعد سينمائي بتجري عليه ويحاول ان انت ياخد وقت من وقتك او وقت من وقتك ان انت خلاص خدت دور كبير او الكلام ده كله. بل بالعكس، هناك في افلام قصيره، هناك في بعض المسلسلات، هناك 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 باعه كبيره من الانتاج السينمائي موجود في الشارع المصري، ودي ممكن تكون بعض من جزء من المؤامره الدنيئه اللي بتبقى على فتيات مصر الواعدات. خلي بالكم يا جماعه الموضوع مش بالسهل. اعزائي المشاهدين في كل مكان، بنحاول ندي صوره حوالين هذا الامر، بندي صوره ثانيه اخرى وهي صوره بنيان الدوله المصريه الحديثه، وايه اللي بيدور النهارده في الدوله المصريه الحديثه، والنهارده العرس الجميل اللي في اطار شرم الشيخ والمؤتمر العربي الاوروبي اللي النهارده كل العالم بيتفرج عليه، كل العالم النهارده. السياده المصريه، السياده المصريه تحت رعايه وفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده يا جماعه بنحاول ندي رؤيه لكل ام مصريه قاعده بتتفرج علينا النهارده تخلي بالها. النهارده الاب الفاضل، الاب الروحي، فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدي رؤيه وصوره وتاريخ مشرف. لان احنا لو قعدنا واتكلمنا في احد بوتيكات حقوق الانسان اللي هي موجوده النهارده، لو احنا ادينا رؤيه حوالين حقوق الانسان هنلاقي ان في بعض الدول في الخارج ليس لها بها اي حقوق انسان، بل بالعكس عندنا في مصر حقوق انسان فعاله. عندنا في مصر حقوق الانسان الحقيقي، لان النهارده في ناس كتير قوي يا جماعه بياخدوا اللقطات من على السوشيال ميديا ويحاولوا يتلاعبوا بيها، زي ما حصل في بعض الامور اللي حصلت مع احد النواب واحد الممثلات. واحنا كنا بدانا هذه الحلقه بجزئيه موضوع الانتاج السينمائي او قصه الاخراج، عشان موضوع احد النواب اللي هم مخرجين والصوره والبشاعه اللي تهكمت عليها بعض دول العالم حوالين الصوره داخل جمهورية مصر على ان بعض يعني الممثلات او بعض الانتاج السينمائي بيكون هناك رؤية غير حضارية ورؤية مش مشرفة، بل بالعكس هناك رؤية مشرفة، هناك تاريخ بيسطر داخل السينما المصرية، وبنحترم كل ممثلات مصر وكل عظماء مصر الواعدين، لان ده تاريخ يا جماعة، التاريخ السينمائي. في ناس بتيجي من الخارج عشان تتعلم يعني ايه سينما في مصر، نخلي بالنا. وهنا التاريخ بيسطر، هنا التاريخ بيسطر في بنيان الدولة المصرية الحديثة والمؤتمر العالمي اللي بيتم النهاردة اختتام الفعالية للمؤتمر العربي الأوروبي تحت رعاية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أشاد بحاجات كتيرة واتكلم في مواضيع وده يعني خطوات سريعة ايه اللي بيتم النهاردة ومدى البروتوكولات ومدى حقية المواطن المصري داخل جمهورية مصر العربية، وبعض من الأمور اللي هم بيحاولوا يدوا رؤية من الخارج ان الرؤيه ليس حضاريه. احنا بنقول بقى لا، مصر يعني النهارده في سرعه انجازها، مصر النهارده تتولد وتصنع تاريخها الى الامام. مصر النهارده لو قعدنا، في ناس تقول لك انتوا قاعدين بتقولوا ان 7000 سنه على الاعلام، لا احنا في بعض بلاد كتيره وبعض دول يعني اتبنت بعد مصر يعني باعمار كتيره قوي. نخلي بالنا ان مصر ولاده، مصر تاريخ، مصر حضاره، مصر خير اجناد الارض، مصر اللي قدمت الشهداء، مصر اللي قدمت العديد من العلماء، مصر اللي قدمت العديد من الانجازات. اللي هيقعد يتهكم من بره شويه الجماعه البشعين. احنا ان شاء الله يكون معانا في احد الحلقات القادمه ان شاء الله يكون معانا ملفات خطيره جدا جدا، ملفات خطيره ولاول مره على الفضاءات المصريه. ايه اللي بيتم في تركيا وايه اللي بيتم في قطر وايه اللي بيتم في حماس؟ هندي رؤيه حوالين هذا الامر. يعني مشاهدينا الكرام ان شاء الله في الايام القادمه هنديكم رؤيه ايه اللي بيتم من داخل تركيا لاول مره على الفضاءات المصريه، وايه اللي بيتم داخل قطر ولاول مره برضه على الفضاءات المصريه، ومدى المؤامرات ومدى غسيل الاموال وما مدى التهكمات اللي بتتم على الدوله المصريه. مشاهدينا الكرام، يعني هنقول ان احنا لينا ان شاء الله الايام القادمه رؤيه لهذا الامر، وشويه المرتزقه اللي قاعدين من الخارج اللي بيتهكموا وشغالين في صوره اعلام وهو ليس اعلام خالص، بل بالعكس دي سبوبه. لاشقر لاشقر، والواد اللي هو طلع على ابو شعر كتير ده اللي بيطلع على اسمها ايه، الواد يوسف، احنا كنا اتكلمنا عليه جيتيوب ده، كنا اتكلمنا عليه كتير والواد اتهكم علينا كتير، لكن انا بقول لك انت ليك موضوع كبير قوي رصدناه اليومين دول وهيكون لنا باعه في هذا الامر. مشاهدينا الكرام،
هنروح لموضوع كبير جدا داخل كفر الشيخ، واحنا قلنا ان احنا بنجوب المحافظات وبنشوف ايه اللي بيدور داخل المحافظات، ولكن هنا حصل موضوع بالامس مع بعض المراسلين لبرنامج احداث الساعة، ولكن يعني من قوة المراسلة داخل محافظة كفر الشيخ ادت رؤية حضرية وادت مساق شرفي للاعلام المصري الحقيقي الفعال، لان احنا بنقول ان برنامج احداث الساعة لا يصدر ازمات ولكنه يسعى جاهدا الى فتح العديد من بعض الملفات وتقدمها من المواطن الى السيد المسؤول. وهنا لحظة ونقف في تاريخ محافظة كفر الشيخ، المحافظة الواعدة واللي بها انجازات والعديد من الانجازات الاستثمارية والاقتصادية داخل هذه المحافظة، ولكن هنا يعني كان لنا وقت في احد يعني الاجهزة التنفيذية مع السيد معالي وكيل وزارة الصحة، وكان هناك تهكمات منه علينا وكنا عرضنا هذا الامر، وكان دخل معنا في مداخلة وكنا ادينا رؤية للسادة المشاهدين حوالينا هذا الامر، ولكن هنا المراسلة الاستاذة زوزان شعيب كانت بأول أمس دخلت أحد المستشفيات وكانت رصدت بعض الإهمال داخل هذه المستشفى. زمايلي في الإعداد نطلع نشوف التقرير اللي عملته معانا الأستاذ سوزان شعيب ونرجع مع حضراتكم تاني. نص عربية خطر ليه يا مين صوت برة تقاليم يا سوزان لا 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 يا ريت تركز عليه. ايه ده رابع مرة في المستشفى من الساعة كام؟ من الساعة كام؟ من الساعة 10:30. الساعة 10:30؟ مفيش طبيب؟ ولا أي حاجة. خالص؟ الفيديوهات اللي أنا مصوراها فاكرة لك بقى الكلام ده كله مصوراهم لك الاثنين والجروح حية لك. وهو مرمي على المستشفى ما كانش فيها أي حد كان قاعد. مفيش حد غير بتوع الأمن اللي موجودين. عمال ذراعه ينزل بقى متشاجع عن الدكتور او ممرض هنا بصراحه هو اللي عمل او كان طالع من السايد ما احنا جايين يعني مش واقف النزيف شغال تمام يعني انتم الساعه كام في قلب المستشفى بالحاسه دي بعتونا برا لفينا على الأشعة برا في المستشفيات البلد في حالة مفيش مكان أشعة بطل يفتح وهنا قالت مفيش دكاترة ومفيش أي حاجة مش لاقيين السرنجة السرنجة مش لاقيين. طب حد في دكتور نزل كشف عليه؟ مين؟ مفيش أي دكتور نزل كشف عليه؟ أنا عملت الفيديوهات اللي أنا قلت لك عليها. أيوه تمام وأنت حد كشف عليك؟ سلمت ايه الدكتوره بس هتسلم معاك تعالى يا فندم انت اسمك ايه يا حاج اسمك ايه محمد منصور بتشتكي من ايه لا من ورم في الخصيه ومعايا ورق له والدكتور بقى بعد كشفت الدكتور معلش على البائرة على الأرض عرفت ان الصدري طب انت هنا في المستشفى بقالك قد ايه؟ ما حدش كشف عليك؟ ما حدش كشف عليك يا حاج؟ لا ما حدش انت قاعد في الاستقبال من امتى؟ انا كشفت امبارح الدكتور قلت على بقه على الأرض عامل لك اللي طب انت من ساعة ما جيت من المستشفى انت جيت المستشفى امبارح الساعة كام؟ طب ومن ساعة انت جيت بالليل الساعة كام هنا؟ 2 بالليل؟ ما حدش كشف عليك خالص لما لازم تروح مسالك يعني الدكتور عايزك تكشف في عياده مسالك بره في عياده خاصه هنا لا هنا انت في مستشفى كفر الشيخ العام من امبارح الساعه 1 ما حدش كشف عليك خالص ولا حد وانت نايم على السرير من امبارح ما حدش سال فيك بس لا
لكن انت تعبان كده وما حدش معبرك ولا حد بيسأل ولا دكتور ولا اي حد نزل لا يقول لك انت تعبان ولا فيك ايه. طب انت قطعت تذكرة؟ قطعت تذكرة تخش بيها؟ تذكرت من يا استاذ سيد؟ اسلام يعني الممرض بس هو اللي عمل لك الاكسجين مش الدكتور. الممرض اللي عمل لك الممرض اللي كشف عليك الممرض اللي عمل لك الاكسجين لكن الطبيب ما كشفش عليك ولا شافك ولا حد جه سال عليك من الاطباء ولا قال لك انت قاعد كده ليه. تمام. ادي مستشفى كفر الشيخ العام وادي الفساد اللي فيها. احنا حصريا لقناه مصر البلد برنامج اخبار احداث الساعه واحنا بنسجل هنا مع مريض مسالك كده كويس مريض دوالي خصيه من امبارح الساعة واحدة بالليل جه على السرير في المستشفى في الاستقبال الطوارئ محدش كشف عليه مفيش طبيب مسالك جه شافه مفيش طبيب نبطش جه شافه مفيش طبيب نايب اداري جه شافه وزي ما انتوا شايفين الحالة كده مشاهدينا الكرام في كل مكان يا معالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الدكتورة الفاضلة معالي وزيرة الصحة احنا بندي رؤية وزي ما عودنا السادة المسؤولين ان برنامج احداث الساعة لا يصدر ازمة بل بالعكس بيجيب الموضوع ويدي للسيد المسؤول وهنا داخل مستشفى كفر الشيخ العام ومراسلتنا بكل يعني وضوح اجتهدت ونزلت وحاولت انها تتجول في احد المستشفيات ويخص مستشفى كفر الشيخ العام وهنا بتدي صورة ايه اللي دار حوالين المرضى داخل هذه المستشفى ولكن هنا لما يكون الممرض هو اللي بيعالج المرضى داخل هذه المستشفى لماذا؟ ما احنا عايزين نفهم هنا ما تكون مستشفى كفر الشيخ يعني مستشفى كفر الشيخ العام ما فيهاش يعني ايه ده عايزين ندي صوره بقى لده عايزين حد يرد علينا عايزين حد يقول ايه اللي حصل. طب المستشفى دي بيقولوا ان مازال النهارده هناك تطوير لكن هيكون معانا زميلتنا الاستاذه سوزان شعيب من كفر الشيخ. الو السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ سوزان؟ ازيك يا استاذ هاني؟ طبعا انا بحييكي وبقول لك الحمد لله على السلامه على الموضوع اللي حصل مع حضرتك بالامس وهو احد تهكم الدكاتره. مشاهدينا الكرام يعني نسمع ايه اللي دار مع الاستاذ زان داخل هذه المستشفى. بنقول لحضرتك الحمد لله على السلامه على التهكمات اللي حصلت من احد الدكاتره داخل هذه المستشفى والابلاغ بالشرطه حوالين يعني حضرتك ان انت بتصوري داخل هذه المستشفى ورحتي النيابه العامه. بنشكر القامات داخل القضاء الشامخ على يعني التفاهم في هذا الامر. عايزك تشرحي لي ايه اللي دار وايه اللي حصل والقصه دارت ازاي وانت ايه اللي حصل مع حضرتك. هو اهل المريض يا فندم اتصلت عليا الساعة 3 بالليل ان مفيش في حتى اخوها مضروب وايديه مقطوعة والدم بينزف ومفيش طبيب من الساعة 1 بالليل للساعة 3 حد سأل عليهم. نزلت ورحت فعلا المستشفى فلقيت اخوها مرمي على الترولي في قلب الاستقبال مفيش طبيب مفيش اي حد. قعدت ساعة ونص كاملة لحد ما طبيبة جت بتاعت علاج بتاعت تجميل كشفت عليه وقالت لازم كتبت التقرير لازم يروح لطنطا. قلت لها طب حضرتك تعالي معاه طنطا. قالت انا ما بروحش مع حد وحالته ما تسمح. المهم قعدت اتكلمت معاها ما فيش اي جدوى منها. دورت على طبيب تاني لقيت الطبيب النائب الاداري اسمه محمد الباب. كلمت معاه بكل ادب يا دكتور في كذا كذا ما عبرنيش. اتصلت بطبيب بمدير المستشفى دكتور لطفي. يا دكتور لطفي 1 2 3 فقام جاي قايل لي حاضر انا هشوف الموضوع ده وهطلع حد مع المريض في الاسعاف. قعدت ساعه برضه ما فيش اي حاجه جت خالص لحد الساعه 6 الصبح وفي قلب الاستقبال. دكتوره تكرمت وكتبت له دخول. طلعنا الدور الثالث لحد الساعه 9 جاله طبيب كشف عليه وقال هات الحاجات دي عشان هنعمل له العمليه اسمه احمد. فقلت له طب يا دكتور الدكتوره اللي قبل منك اسمها لميس قالت ان ما فيش عمليه ليه هنا ويتحول لطنطا. قال لي لا ما هي ما تعرفش ان احنا جبنا الات جديده في العمليات فاحنا هنعمل. تمام ما فيش مشكله. نزلت العمليات ودخل لقيت رئيس المفتش المباحث محمد دي صادق بيتصل عليا يا استاذه سوزان ايه اللي حصل؟ قلت له في 1 2 3. قال لي لو تكرمتي تعالي عشان في مخبر مكتوب فيكي من الطبيب. لا لحظه كده لحظه بقى يعني انت جالك اتصال من رجال المباحث ان احد الدكاتره عملوا في حضرتك محضر.
تمام. على سبيل ان انت يعني انت دلوقتي يعني انت كنت بتقومي بعمل خيري داخل هذه المستشفى، كنت بتخطي خطوات ايجابيه حوالين سرعه رعايه المريض اللي هو داخل على الترول اللي بينزف. تمام. فالدكتور ما عجبوش هذا الوضع. لا. فبلغ الشرطه ان حضرتك عملت ايه بقى؟ لا هو راح الساعه 8 الصبح عمل فينا محضر في الشرطه. 8 الصبح عمل في حضرتك محضر. ان انا شتمته. تمام. لقيت مفتش المباحث محمد صابي اتصل عليا وقال لي في كذا كذا، حضرتك يعني تتكلمي مع الدكتور ولا تيجي تكملي المحضر؟ قلت له لا يا فندم، انا مش هتكلم مع الدكتور لان انا ما غلطت، انا هدي حضرتك اعمل المحضر. يعني اتسال في المحضر. وبالفعل فعلا رحت اتسالت في المحضر طبيبي مصطفى، راجل محترم جدا. كل الحب وكل التقدير وكل الاحترام. له كل له الشكر والتقدير مني. فعلا اتصل تليفونيا، المحضر يجي من النيابه يتحقق مع سوزان، وفعلا بالفعل طلع ضابط معايا. لا استني بس يا استاذ سوزان لحظه بس، عشان انا عايز برضه يعني اوصل رساله كده للجماعه الكوادر اللي في الاجهزه التنفيذيه. مش كل يا جماعه النهارده حد يجي يساعد حد من الجهاز التنفيذي يقعد يتهكم عليه ويعمل له محاضر وكلام من ده، ومش كل واحد النهارده يا جماعه من الموظفين هيحاول يهدد الناس. ما هو ما ينفعش، ما هو حضرتك النهارده لما يكون احد المواطنين داخلين بيساعده، والاستاذ سوزان لما دخلت تساعد ان هي من احد المواطنين ما كانتش داخله كمراسله في البدايه، بل بالعكس انت النهارده اديتها رؤيه انها تشتغل وتقوم بدورها المهني والحرفي حوالين الرؤيه ووضوح هذا الامر. لكن حضرتك يا دكتور النهارده انت لو تبنيت وعندك اداره حقيقيه ان انت تعرف تدير هذا الامر ما كنتش دخلت في انك تروح النهارده تعمل محضر سب وقصف. ما هو ده مش واضح. النهارده بقول لكل المسؤولين داخل الجهاز التنفيذي من احد الموظفين الصغار ما تحاولوش ان انتوا تلعبوا بهذا الامر. يعني النهارده الموظف تيجي تتعامل مع الموظف الصغار تبص تلاقيه يقول لك ايه؟ لا معلش انت ما بتتعاملش معاه بالطريقه دي، انت بتتعدى على موظف اثناء تأدية عمله. هو ده مش القانون اللي انت هتمشي عليه. ما هو انت النهارده خادم للمواطن. انت النهارده خادم للمواطن. لكن ما يكونش بهذه الصوره. وايه اللي حصل تاني يا استاذه سوزان؟ ايه اللي حصل تاني يا فندم؟ ان المحضر راح على طول على العياده بدون تحقيق معايا. تكرم مدير الامن فريد بن مصطفى لما انا كلمت تليفونيا. الراجل المحترم. نعم. بعت جاب المحضر من النيابه في اقل من 5 دقائق، جه المحضر حقق معايا وقال لهم حد يروح معاها النيابه، وقعد وكيل النيابه لحد انا ما رحت. وفعلا بالفعل دخلت لوكيل النيابه حقق معايا، فانا سالت سؤال لوكيل النيابه، قلت له يا فندم حضرتك الطبيب كاتب ان انا سبيته وقذفته. قال لي قلت له طب ايه نوع السب والقذف اللي انا قلته؟ نعم. هو حضرتك هو كاتبه؟ قال لي لا. قلت له يبقى ما فيش سب وقذف، هو ساومني الطبيب ساومني. ما اي شماعه يا استاذ النهارده، ما اي شماعه يقول لك سب وقذف، اي شماعه بيعلقوا عليها سب وقذف. تمام. هو الطبيب يا فندم ساومني، الطبيب ساومني اني على استعداد يسحب البلاغ. نعم. لو انا مسحت الفيديوهات وانا رفضت. لا لحظه يا استاذه سوزان، انت بتقولي الطبيب قال ايه؟ مستعد ان هو يسحب البلاغ قصاد ان انا ما انشرش الفيديو. يعني عايز يعني انا يلغي المحضر بتاعه اللي هو عمله في حضرتك. تمام. عشان ما تقوميش بدورك المهني والحرفي. تمام. عشان ما تشتغليش تبقي يعني في اطار المساق الشرفي الاعلامي، ان انا بوضح الصوره ان هناك اهمال داخل المستشفى اللي حضرته يعني موظف فيها، اللي حضرته موظف عند المواطن داخل هذه المستشفى. تمام. انا رفضت المساومه يا فندم. نعم. وايه اللي دار بعد كده يا استاذ سامع حضرتك في المحضر؟ المحضر وكيل النيابه طبعا حقق معايا. طبعا انا عندي شهود، اهل المريض كلهم سابوا المريض في العمليه وجم معايا سرايا النيابه عشان يشهدوا معايا. تمام. زائد الفيديوهات اللي معايا طلعت من سرايا النيابه. طب استاذ رزاني انا حاولي تدي لزمايلك في كنترول لحد من الاهليه نجيبه على التليفون كده نشوف اللي دار ايه برضه في المستشفى بالامس والنهارده، وايه اللي بعد المحاضر اللي تمت وبعد يعني الرؤيه اللي انت حاولتي ان انت توضحيها للساده المسؤولين، ايه اللي دار حوالين هذه المستشفى؟ طب معالي انت قلت لي معالي الوزير المحافظ نزل المستشفى وزارها بالامس. نعم.
بالامس فعلا تقريبا حد اتصل تليفونيا المحافظ دي الساعه 10 الصبح في المستشفى. انا ما كنتش موجوده، كنت انا فوق مع المريض في العمليات فوق، فانا ما شفتش المحافظ تحت. تقريبا في ناس اشتكوا برضه تحت. تمام. معالي وكيل وزاره الصحه بتاع كفر الشيخ يا استاذ زين، اتفضل. معالي وكيل وزاره الصحه، يعني دوره ايه النهارده هنا؟ يعني ما شافش المواضيع دي داخل المستشفى كفر الشيخ العام ايه اللي بيدور فيها؟ لان احنا بنجوب المحافظات، وكنا نزلنا كفر الشيخ وكنا شفنا الصرح الكبير. المستشفى مستشفى كبيره، مش مستشفى صغيره، مستشفى يعني بها خدمات وبها كتله من الدكاتره والتمريض، يعني بها صرح مهول لخدمه المواطن داخل هذه المحافظه. تمام. هو تقريبا اخت المريض القت تليفونيا مع وكيل وزاره الصحه وكلمته ان مفيش اطباء ومفيش حاجه، فتقريبا هي طلعت لفظ منها ان هتشتكي للمحافظ، فهو رد عليها قال لها طيب خلاص طالما انت هتشتكي للمحافظ انا مش عامل لك حاجه. انت طالما هتشتكي للمحافظ ايه؟ انا مش عامل لك حاجه. هو مش عامل لها حاجه. اه. تمام. بشكرك يا استاذ زين وحمد لله على سلامتك، وده بيديكي دفعه اقوى ودفعه ايجابيه ان انت تكوني يعني باطلاله سريعه من برنامجك احداث الساعه للرؤيه والوضوح للساده المسؤولين ايه اللي دار حوالين الاطار داخل مستشفى كفر الشيخ العام. ولكن هنا سؤال يتحدث حوالين امره، وهو معالي السيد الوكيل وكيل وزاره الصحه الدكتور فيصل جوده وكيل وزاره الصحه بمحافظه كفر الشيخ، وهنا المكالمه اللي تمت بينه وبين احد اولياء الامور، وده على رؤيه على يعني على عوده الراوي. ولكن هنا بنقول ان لازم يكون هناك سرعه الاستجابه حوالين اولادنا داخل هذه المحافظه. بشكرك استاذ حسين شعيب مراسل برنامج احداث الساعه من محافظه كفر الشيخ. اعزائي المشاهدين في كل مكان، يعني احنا بنحاول ندي بقى صوره ورؤيه حضاريه ايه اللي بيدور حوالين هذا الامر، لكن يعني زمايلي في الاعداد حضروا حاجه برضو كده لمستشفى احد المستشفيات لعمليات فتح القلب، هنحاول ان احنا معانا يا جماعه صور او فيديوهات. طب تعالوا نطلع نشوف معانا فيديوهات. طب نطلع نشوف يا جماعه الفيديوهات، زمايلي في الاعداد بيقولوا معانا فيديوهات عشان نشوف ايه اللي بيتم هنا من المستشفى وايه اللي بيتم هنا من احد المستشفيات الاخرى، وما يدور حوالين الاطار بين السلبيات والايجابيات. تعالوا نشوف الفيديو مع حضراتكم ونرجع تاني. معانا الاستاذ ايمن شوقي مدير التسويق في مستشفى حمد السيد، اتفضل قول لنا الاجراءات المطلوبه من الناس الغير قادرين عشان يعملوا عمليات القلب المفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مستشفى حمد السيد بتقدم خدمه لعمليات جراحات القلب المفتوح لغير القادرين. جراحات القلب المفتوح بكل انواعها، الصمامات، الشرايين، العيوب الخلقيه، المستشفى بتقدمها. طبعا المستشفى العمليات دي بتتم في مستشفى تحت اشراف فريق طبي من القاهره بقياده الاستاذ الدكتور شريف نصر. الدكتور طبعا المفروض ان الحالات دي كلها بتيجي، بنجمع الحالات ديت مثلا كل اسبوع او كل 10 ايام، والدكتور بيجي يبص عليها ويقيم الحالات ديت ويحدد ليها مواعيد للشغل. بتطلب منهم اوراق ايه؟ احنا عملنا الاعلان ونزلنا ان المطلوب الورق اللي مطلوب ان المريض بيجيب بناخد منه صوره البطاقه وصور التحاليل اللي هو عملها والفحوصات اللي بتثبت ان هو محتاج فعلا عمليه قلب مفتوح، تقرير من مستشفى حكومي مختوم خدمة النصف ان ده راجل محتاج او دي حاله محتاجه جراحه قلب مفتوح. وبعد كده بيجي خطاب او جواب من الضمان الاجتماعي، وبعد كده ان احنا بنقدر ان احنا نبتدي نستقبل الحالات ديت وبنشتغلها ان شاء الله. بتاخد وقت في الكلام ده؟ الاجراء دي بتاخد وقت؟ والله هو المفروض ان انا بالنسبه لي الدكتور بيشوف الحاله بيبقى مستني الاجراءات دي ان هي المريض على حسب ما يخلص الاجراءات ديت. انا بالنسبه لي يعني مثلا احنا اول لسه اشتغلناها بالفعل كان يوم 8/2، اشتغلنا لحد دلوقتي 6 حالات ونسبه النجاح فيهم الحمد لله 100%. الست حالات المفروض ان احنا يعني يوم 8/2 دوت كانت اللسته بتاعتهم اصلا كانت المفروض الدكتور لسه شايفهم مفيش من اسبوع. مجرد ان ورقهم خلص وخدنا عليهم مراكز المحافظه كلها ولا كلهم من مركز؟ بالنسبه لي الموضوع على المستوى الشرقيه والوجه البحري بكده. الوجه البحري كده. تمام، شكرا لحضرتك. تحت امرك. ومعانا دكتورة ملاك علي جمعة من مركز محافظة الشرقية، هتكلمنا النهاردة عن المبادرة اللي عاملها الحزب تحت رعاية. اتفضلي يا دكتورة، اتكلمنا عن المبادرة.
بمناسبة النهاردة طبعا احنا خلاص في بداية شهر مارس، وان شاء الله مارس معروف ان هو يعني بيبقى فيه كل المناسبات الخاصة بالمرأة، وبمناسبة مرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أول ثورة 19 وحتى الآن، وكمان بمناسبة عيد الأم بمناسبة يوم المرأة العالمي. النهاردة احنا معانا مبادرة، مبادرة سائمة تهمنا صحتك تهمنا، عملها حزب مستقبل الوطن من ضمن المبادرات اللي عملها في الفترة الماضية، من مبادرات كتيرة جدا طبعا، كان من ضمنها حمل سرطان الثدي، من ضمنها من ضمنها طبعا المراكز الغذائيه، منها حاجات كتيره جدا. كانت المبادره النهارده ان احنا نكشف على مجموعه من السيدات، هيوصل عددهم ان شاء الله معانا 1000 سيده على مدار الشهر ده باذن الله، هيبقى عندنا من كل 4 أو 5 مراكز ما يقرب من 150 حاله. كل التخصصات اللي تبقى موجوده بنعمل لهم كل كشوف المطلوبه، بنعمل تحاليل، بنعمل اشعه، كل حاجه مطلوبه للسيدات، حتى لو السيده مطلوب لها اكتر من تخصص بنكشف عليها اكتر بالنسبه لها. الحقيقه ان يعني المبادره دي كانت من اولى اهتماماتنا ان احنا نهتم بالمراه وباحتياجاتها، فان شاء الله يعني تكون دي بدايه كويسه ان احنا نقدر نساعد المراه. استهدفتوا كم سيده النهارده؟ كم محافظه؟ مركز في المحافظه؟ النهارده استهدفنا 5 مراكز، كان عددهم ما يوصل 150 سيده. كان معانا النهارده الاثنين، معانا مركز زياره، معانا مركز محمد، معانا مركز الشيخ عمر، معانا يعني معانا مركز ثانيه، معانا كتير جدا من المراكز، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون معانا مجموعه اكبر من المراكز. شكرا لحضرتك دكتور. اهلا بيك. أنا أمينات المراكز اللي اتواجدت النهارده، هنسألهم انتوا اخترتوا الحالات اللي جبتوها على اي اساس؟ أمينة مركز ابو حماد شرقي دكتورة اسماء الجاي، احنا اخترنا الحالات وفقا لتعليمات دكتورة ملاك جمعة، ان الحالات دي نختارهم الحالات الاكثر احتياجا، وبخاصة اللي هم في القرى والارياف، وطبعا الكشف هنا في جميع التخصصات بالمجان. وفرت لهم انتوا المواصفات ولا هم؟ وفرنا لهم المواصفات. أمينة المرأة في مركز ديار بنجم، بناء على المبادرة من قبل دكتور ملاك، طبعا دكتور إيمان أمينة مركز ديار بنجم، طبعا مبادرة إحنا بنعمل علشان خاطر السيدات اللي هم فعلا يستحقوا العلاج، وهي مبادرة فعلا يعني تستحق الشكر الكبير والشكر على المجهود الرائع اللي بذلوه وقدمناه له، ربنا يشفيهم كل شيء. سعاد محمد رشاد أمينة المرأة في الهيئة الشرعية. طبعا احنا جينا بناء على تعليمات الدكتورة ملاك انها مبادرة ان احنا نختار الناس الاكثر احتياجا طبعا في القرى. مشاهدينا الكرام في كل مكان، وزي ما عودنا حضراتكم بنجوب محافظات مصر النهارده، طلعنا برضو شفنا محافظة الشرقية، وبشكر زميلتنا الأستاذة رانيا الشبكي على التقرير الجيد، وقدرت تدي صورة جميلة جدا من أحد التقارير اللي هي عملتها داخل محافظة الشرقية. وهنا بحاول أربط بقى هنا السياق العام اللي بيتم داخل هذه المحافظة محافظة الشرقية بين يعني مستشفى الدكتور حمدي السيد ل عمليات القلب المفتوح بالمجان وبدون مصاريف. ايه ده انت بتقول ايه؟ هنا لما تكون مستشفى خاص وليس مستشفى حكومي او قطاع عام او مستشفى عام، وبتعمل عمليات قلب مفتوح بدون اي مصاريف وبدون اي تكلفه لغير القادرين، لا هنا بندي لك كل التحية يا دكتور حمدي او القائمين على هذه المستشفى الخاص. ليه بقى؟ لان النهارده بتكون مستشفى، هي مستشفى استثماري، مستشفى يعني اتعملت عشان تبقى هناك التعاملات الماديه داخل هذه المستشفى، وهنا تقوم بعمليات جراحيه من اكبر العمليات على مستوى العالم، عمليات القلب المفتوح لغير القادرين بدون فلوس وبدون اي مصاريف. لا والله مصر ولاده، والله مصر فيها الانجازات، والله بقول للعالم بقى اللي قاعدين من بره اللي بيحاولوا ان هم يتهكموا على الدوله المصريه، هم دول بقى ولاد مصر الحقيقيين اللي بيقدموا العديد من الانجازات، اللي بيقدموا مواضيع كتيره، اللي بيحاولوا ان يدوا صوره للعالم اللي قاعد بيتهكم على مصر، هم دول ولاد المصريين، هم دول اللي اتعلموا على ترابها،
هم دول اتعلموا على ارضها. لا وتعالوا بقى نروح نشوف احد الاحزاب. يعني انا كنت بقول ان انا مش عايز اتكلم عن الاحزاب، ولكن مستقبل حزب وطن داخل محافظة الشرقية عمل نفس الموضوع، عمل مبادرة جميلة قوي. مبادرة بتقول ايه؟ لانك امنا صحتك تهمنا. وبرضو ابتدى يجوم محافظة الشرقية وابتدى يدي رؤية حوالين الصحة. يا جماعة ده ايه الموضوع ده؟ ده الموضوع بقى جميل جدا. ده النهاردة بقى في ناس بتشتغل على ارض الواقع. النهاردة بقى في بعض الاحزاب، والله انا لا انتمي لاي حزب، والله انا لا انتمي لاي حزب، بس لسه في بقى. هنرجع عايزين نقول ان الدكتور حمدي السيد قال كلمة جميلة قوي، قال حاجة. طب ما تيجي يا جماعة زمايلي في الاعداد نطلع نوري المشاهدين الدكتور حمدي السيد قال ايه. يلا. مش كل حاجة الا الطب، يعني مهنة انسانية بحتة، فمساهمتنا في هذا الجزء مساعدة لغير القادرين، ويعني هو ده يعتبر الجزء الخير بتاع المستشفى اللي بيكون بيه، بإضافة برضه لأشياء أخرى، بس يمكن لحالات إنسانية كتيرة بتكون فيه. تمام. بحضرتك انا دكتور شريف نصر استشاري جراحة القلب والصدر. احنا بالتعاون مع مستشفى الدكتور حمدي السيد احنا بصدد تطوير قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، علشان نستقبل جميع انواع عمليات جراحة القلب والصدر، من عمليات صمامات بالقلب لعمليات الشرايين التاجية لعمليات الشريان الاورطي واصلاح العيوب الخلقية في القلب. واحنا بنحرص على ان احنا نقدم الخدمة ديت للمريض الغير مقتدر بنفس الجودة ونفس الكفاءة زي المريض المقتدر تماما، بدون تكاليف خالص يا دكتور، مجانا بدون تكاليف. ودي خدمة احنا بنقدمها لأهالي الزقازيق وأهالي الشرقية ووجه بحري عموما، وعيا مننا لمساعدة الناس الغير مقتدرين بتقديم أفضل خدمة. وفي المستشفى هنا احنا بنعمل تقنيات جديدة في عمليات جراحة القلب والصدر، زي تقنية ان احنا بنشتغل عمليات القلب المفتوح للشرايين التاجية بطريقة القلب النابض بدون توقف عضلة القلب وبدون استخدام مكنة القلب الصناعي، وديت بتدينا الحمد لله نتائج افضل، وبيبقى في مردود ايجابي جدا على حالة المريض بعد العملية. واحنا الحمد لله بدأنا النشاط بتاعنا في المستشفى وعملنا 6 عمليات قلب مفتوح الاسبوع الماضي اللي فات بنسبة نجاح 100%. ربنا كرمنا في كل الحالات، الحالات ديت كان فيها جميع او كل الانواع المرض القلب، عملنا عمليات صمامات في القلب، عملنا عمليات شرايين تاجية وصلات شرايين تاجية عن طريق القلب النابض، وعملنا عمليات اصلاح عيوب خلقية مركبة للقلب. كلها لغير القادرين يا دكتور؟ كلها لغير القادرين الحمد لله. نسبة التكاليف بالنسبة للمريض بتساوي كام تقريبا؟ تقريبا زيرو. زيرو. حضرتك عايز تضيف حاجة؟ انا مش عايز اضيف غير ان احنا الحاجة الملموسة في المستشفى هنا ان الناس كلها متعاونة جدا عشان تساعدنا ان احنا نعمل حاجة كويسة ونعمل اسم قوي جدا بيستقبل جميع الحالات، مفيش اي حالة مرفوضها نظر بصرف النظر عن الحالة الصحية للمريض او مشاهدينا الكرام في كل مكان. والله العظيم ده ما يعني انا ده تقرير جاي لي من احد المراسلين وليس اعلان لاحد المستشفيات الخاصه. والله ما اعرف مين هو الدكتور حمدي السيد، لكن بكن له كل الحب وكل التقدير وكل الاعزاز والاحترام لوطنيته واتجاهه حوالين ولاد بلده وكل المصريين في كل مكان، لان طبعا الدكتور في لقاء الدكتور شريف نصر الاطباء اللي بيعملوا العمليات الجراحيه داخل هذه المستشفى قال اللي يهمنا هي صحه المواطن، ولو موجود في الزقازيق او الشرقيه او من وجه بحري يعني على مستوى المحافظات المجاوره لمحافظه الشرقيه. وهنا بنكن لكم كل الاحترام وكل التقدير لخدمه المواطن بدون تكلفه وبدون مصاريف وبدون. وهنحاول ان احنا ننزل الشرقيه نرصد هذا الامر مع مراسلتنا الاستاذه رانيا الشبكي، لان عايزين ندي رؤيه لجميع بقى المستشفيات الخاصه النهارده. لو انت النهارده عملت كل مستشفى خاصة عملت عملية واحدة في الشهر، عملية واحدة على حسب التخصصات اللي موجودة عند حضرتك، لو انت عملت عملية واحدة
بالمجان او عمليه بدون تكلفه للمواطن الغلبان، للمواطن الفقير، يبقى انت بتبني النهارده الدوله المصريه الحديثه مع رجال الدوله ومع المواطنين، بتخدم المواطن المصري. النهارده بتزكي عن حالك، عن مالك، عن صحتك، عن اولادك، بتحاول ان انت النهارده تدي رؤيه، لان النهارده المواطنين في كل مكان محتاجه الطبيب، محتاجه مهارة الطبيب في الإنسانية، في الحنكة، في الإدارة، في المعاملة، في كل حاجة. النهاردة ادينا، حاولنا ندي صورة لأحد المستشفيات في أحد المحافظات اللي بيتم داخلها، وأحد وكلاء وزارة الصحة بالرؤية والرد، وكنا رصدنا هذا الأمر في أحد الحلقات السابقة، ولكن الآن بندي صورة أخرى من أحد المستشفيات الخاصة. بتعمل إيه المستشفيات دي؟ بتدي رؤية النهاردة ان بتقوم بعمليات جراحية، وهي من اهم العمليات لكل مواطن في كل مكان. عمليات القلب المفتوح، اللي بيعمل دعامة، اللي بيعمل النهاردة الموضوع بقى مهم جدا يا جماعة. اما تكون مستشفى بهذا الامر، لها كل الحب، لها كل التحية، لها كل التقدير، والقائمين عليها من اول اللي واقف امن على باب المستشفى لغاية الدكتور حمدي السيد مدير المستشفى او صاحب المستشفى او رئيس مجلس ادارة هذه المستشفى، وكل الدكاترة القائمين وكل التمريض القائمين على هذه المستشفى، لان ده عمل جماعي، عمل خيري، عمل ايجابي، بينجي النهاردة مريض من مرض القلب، بينجي النهاردة حد محتاج لدكتور حقيقي. وهنا اما يكون احد الاحزاب، لان احنا بنقول ان احنا النهاردة الاحزاب النهاردة على الساحة المصرية كثرة الاحزاب، ولكن هنا حزب مستقبل وطن، وهنا ما بوجهش، ما بديش توجه لاي مواطن في اي مكان ان هذه الحزب هو الحزب القائم او الحزب لا الحزب، لان النهاردة الحزب النهاردة لما يعمل عمل خدمي يعني النهاردة للمواطنين، وفي في احزاب عملت مبادرات كتير، يعني في بعض الاحزاب، ولكن هنا في محافظة الشرقية الحزب عمل هاشتاج وعمل مبادرة جميلة اسمها لانك امنا صحتك تهمنا، حاجة كويسة. النهاردة بيدور على الام المصرية، بيدور على السيدة المصرية، بيشوف ما مدى احتياج الام المصرية من علاج، من صحة، من بيدور النهاردة يشوف الام المصرية محتاجة ايه. نتمنى كل الاحزاب تكون في هذا الامر وفي هذا السياق وشغل على ارض الواقع، ومن كل لكل الاحزاب بنكن لهم كل الحب وكل التقدير، ولكن لازم يكون هناك صورة، هناك رؤية من الاحزاب، هناك شغل على ارض الواقع لخدمة المواطن. ليه بقى؟ لان احنا النهاردة بنحاول ندي صورة ورؤية لكل القائمين على اي مؤسسة النهاردة. ليه؟ لان النهاردة لما يكون عندك رؤية لهذا الامر بنخدم المواطن الغلبان، بنخدم المواطن اللي محتاج الخدمة الحقيقية. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يا رب ما نكونش اسقطنا على حضراتكم اليوم وادينا صورة ورؤية حوالين حلقة عن الصحة في يعني في المحافظات في كل مكان. يا رب نكون كنا عند حسن ظن الجميع، اهالينا على مستوى المحافظات. ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون يعني معانا مواضيع خطيرة جدا وملفات تهم كل مواطن مصري وكل مواطن عربي في كل مكان، ما مدى المؤامرات اللي النهاردة بيحاولوا يخترقوا الدولة المصرية، ولا عمر الدولة المصرية حد يعرف يخترقها، ولا عمر الدولة المصرية حد يعرف يقرب منها، بل بالعكس طالما هناك شعب عظيم واعي وقيادة حكيمة تحت رعاية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجيش مصر العظيم خير أجناد الأرض، وشرطة مصر البواسل اللي النهاردة فيها تلاحم والعديد من الشهداء، لا محدش هيعرف يقرب من الدولة المصرية. ولكن انتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم وملفات خطيرة جدا هتديكم رؤية لاهالينا على مستوى الوطن العربي واهالينا على مستوى المحافظات حوالين ما مدى الخطورة والمؤامرات، ولكن مصر تتقدم الى الامام وتبني الدولة المصرية الحديثة، وان شاء الله هنكون من نقلة الى نقلة اكبر تحت رعاية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. برنامج يأتيكم برعاية شركة لهفة في كل بيت في مصر، عنوان الجمال. برنامج يأتيكم برعاية هايبر الشرقية. احداث الساعة في كل ساعة هتكون معاك.
مشاكلهم وهنستناكم على ما